هاي، ويلكم باك تو ماي شانل. النهارده هنشتغل ريفيجن، هناخد فيها الفور شابترز اللي عليكم في الميد تيرم. هو شابتر 35، شابتر 36، شابتر 9، شابتر 10. تمام، هنقسم الفيديوز لتو بارتس. الارقام الشابترز لو مختلفة فهو بيبقى بسبب بس الاديشن مش حاجة تانية. وهحاول ان انا بجري شوية، لو لاحظت ان انا بجري وحاجة انت مش فاهمها ممكن تسألني في الكومنتس. طبعا ما تنساش ان انت تسبسكرايب ولايك وشير الفيديوز للناس اللي مزنوقة زي. اول شابتر هنشتغل فيه في البوتاني. تمام، الفيديو ده هيبقى related بالبوتاني بس. هو plant structure growth and development، بيكلمك ان انت في حاجة اسمها developmental plasticity. ايه developmental plasticity دي؟ ان هو ال ability ان ال plant تغير في نفسها related لل environment، ان هي تغير في المورفولوجي بتاعتها او الفورم على حسب الانفايرمنت اللي فيها. يعني ده مثلا هي جزء منها اكواتيك وجزء منها المفروض ان هو بيفيس السن، فلاحظنا ان الليفز بتاعتها تحت الميه بيبقى مورفولوجي او فورم، وفوق الميه بيبقى مورفولوجي او فورم تانية خالص. ده ليه؟ ده بسبب حاجه اسمها developmental البلاستيسيتي. تمام، عندنا في البلانت بتتقسم لتو سيستم، الشوت والروت سيستم. الشوت اي حاجه فوق، اختصارا يعني اي حاجه فوق الارض. الروت سيستم اي حاجه تحت الارض. الروت بنعتمد عليه ان احنا نسحب الووتر والمينرالز من السويل علشان ان هو يروح للليفز فنقدر نعمل فوتوسينثيسيس. طبعا كل سيستم بيعتمد على السيستم التاني، يعني الروت سيستم بيعتمد على الشوت سيستم في حوار ان هو ياخد الشوجر اللي بروديوسد من الفوتوسينثيسيس. الشوت سيستم بيعتمد على الروت سيستم عن طريق ان هو بيستهلك منه او بياخد منه الووتر والمينرالز اللي ابزوربد باي الروت سيستم. الروتس ايه فايدتها؟ ان احنا بثبت البلانت في السويل، بقدر ان انا ابزورب المينرالز والووتر، وطبعا الستورينج الاورجانيك نيوترينتس. عندي تو مين فورمز للروت سيستم، يا اما تاب روت سيستم يا اما فايبرس روت سيستم. التاب روت سيستم ده بيبقى one main vertical root، يعني زي ده كده ان هو في vertical root main وبيطلع منه branches للروت تانية، او اللي هو root hairs lateral roots تانية اللي هو branch roots. اي حاجة seedless او vascular او monocots. تمام، ده كل ده نفس الكونسبت يعتبر، اللي هو المونوكوتس عندهم fibrous root system. يبقى انا عندي الدايكوتس يبقى بيعتمدوا في الاساس على تاب روت سيستم، المونوكوتس بيعتمدوا على فايبرس روت سيستم. ان انا ما عنديش مين لاترال مين فيرتيكال روتس، لا انا عندي كلهم ثين لاترال روتس، يعني زي ده. ده تاب روت سيستم، يبقى ادي اهو ده التاب روت. انا ملاحظ ان في مين فيرتيكال روت وطالع منه لاترال روتس او برانش، اما ده كله يعتبر اكنه اللي هو الروتس التانية متفرعة كده من المين ستيم. ندخل بقى على الستيم او اللي فيها الاورجنز اللي فيها نودز وانتر نودز. لو خلاص هنا هنلاقي ان في حتة طالع منها البيتيول. البيتيول دي اللي هي الحتة الاتاش اللي بتربط بين الليف والمين ستيم. تمام، هلاقي ان دي اسمها نود. تمام، يعني انا عندي دي نود ودي نود دي نود ودي نود. المسافة بين كل نود والتاني اسمها انتر نود. يبقى دي انا عشان اعرف ايه شوت سيستم، هي consists of nodes و enter nodes. ال nodes هي الحتة اللي بيطلع منها ال leaves، ال enter nodes هي المسافة بين كل node والتاني. عندي بقى أنا بطول ازاي؟ عندي طريقتين، يا إما apical bud أو اللي فوق ده عندي، يا إما apical bud يا إما auxiliary bud. من شكله ال apical bud بيعمل لي elongation vertical، أما ال auxiliary bud بيعمل لي elongation على الأطراف، إن هو يطلع لي leaves تانية أو برانشز تانية من الستام نفسه. وعندي حاجة اسمها ابيكال دوميننس، ان انا لو الاحظ ان انا كل ما بيطلع لي برانش بتبقى اصغر وارفع من المين برانش. يعني انا لو جيت هنا للستام الاساسي ده ورحت للبرانش منه هلاقيه ان هو ارفع منه. تمام، في الجراث. تمام، لو جيت هنا عشان هو فيها برانشز اكتر، لو جيت هنا ورحت البرانش تاني منه هلاقي ان هو برضو اصغر من البرانش ده واصغر من البرانش ده او الستام ده الاساسي.
دي حاجة اسمها apical dominance. apical dominance ان هو ان انت عندك main central stem للبلانت ده dominant over او بيجرو اكتر من ال other side stems، وتقدر انت بقى كل branch بيبقى over او dominant over ال branches اللي معاه. عندي بقى ال leaves ده المين فوتوسينثيتيك اورجن. يبقى انا لو جالي سؤال هو ده بديهي يعني، بس مش هيجي، بس اللي هو لو جه سؤال واتهبل، فالليفز ايه هو المين فوتوسينثيتيك اورجن؟ هو الليف متكون من حاجتين، البلايد والبيتيو. ادي اهو دي البيتيو، تمام، وادي اهو البلايد نفسها. زي ما قلنا البيتيو بتعمل ايه؟ هي بتجوين الليف بالنود اللي موجود في الستم. طبعا عندنا في فرق ما بين المونوكوتس والدايكوتس. المونوكوتس بيبقى الارانجمنت بتاعهم بارلل، اما الدايكوتس بيبقى برانشنج. يعني انا لو شفت كده ادي عندي ده مونوكوت او مونوكوتليدن ليف ودايكوتليدن ليف، تمام. المونوكوت هي اللي فيها بارلل فينز زي ما انا شايف، الفينز اهو دي العروق اللي موجودة في الليف هما بارلل. اما في الدايكوت بيبقى برانشنج. عندي يا اما في سيمبل يا اما كومباوند يا اما دبلي كومباوند. سيمبل ان انا مجرد عندي بيتيول بيربط لي بين ليف والستام نفسه. عندي كومباوند بقى ان انا عندي في الستام اهو او البرانش اهو طالع منه بيتيول، تمام. البيتيول دي متفرعه اصلا لبيتيولز تانية عامله لي ليفز. واخر حاجه دبلي كومباوند ان انا عندي يبقى في بيتيول وكل بيتيول جواها زي كومباوند ليف تانية. التيشو سيستم بقى، وده الأساسي عندكم في الشغل، التيشو سيستم متكون من 3 حاجات: الديرمال اللي هو الغطاء اللي بيغطي لي البلانت، بعد كده عندي جوه خالص الفاسكولار، مش جوه قوي يعني بس مجازا الفاسكولار، تمام. ده الأنابيب الطويلة اللي بتنقل لي سواء الووتر أو الفود بتاع النبات. الحشو بتاع البلانت هو الجراوند تيشو. يبقى انا عندي زي البرجر، عندي الغطا او الكاش كايزر ده الديرمال، الفاسكولار ده البرجر، الحشو بقى اللي هو الجبنه والخس والحاجات دي ده الجراوند تيشو. ده بيبقى حشو بين الديرمال والفاسكولار تيشوز. نبدا بالديرمال تيشو. لو انا في نون وودي بلانت، بلانت عاديه جدا، بيبقى عندي الديرمال سيستم عباره عن ابيديرمس، تمام، بيغطيه واكسي لاير اسمها كوتيكل. الكوتيكل ده بيمنع ان الووتر يحصل له لوس اكتر من الابيدرمس. طب في الودي بلانت هيقول لك لا، انا عندي بيزود في الودي بلانت بروتكتيف تيشو اسمها بريديرم. مع الزمن بتعمل ريبليس للابيدرمس في الريجنز اللي بتبقى اولد قوي في الستامز والروتس. وعندي حاجه اسمها ترايكومز. الترايكومز دي بتبقى حاجات بتبقى بروجكشنز طالعه من الشوت وبتساعد على الديفنس بتاع الانسكتس. عندي بقى تاني سيستم الفاسكولار، عندي يا اما زايلم يا اما فلويد. الزايلم ده اللي بينقل الووتر من الروت للشوت. الفلويد بينقل الاورجانيك ماتيريال من اي مكان هي فيها للمكان اللي احنا هنحتاجه. طب انا اتلخبطت مش عارف الزايلم بيعمل ايه والفلويد بيعمل ايه. قلت كنت بقولها على طول الووتر دبليو بعد الدبليو اكس، يبقى انا دبليو مع زايلم، يبقى بديهي الفيلم هيبقى ايه؟ مع الاورجانيك نيوترينز اللي هي الحاجه اللي فوق. جراوند تيشو قلنا دي الحاجه اللي هو بيبقى الحشو. عندك اتنين، يا اما بيث يا اما كورتكس. البيث ده انترنال للفاسكولار تيشو يعني جوه الفاسكولار تيشو، لو انا بره الفاسكولار تيشو هسميه كورتكس. يبقى انا عندي يا اما جوه الفاسكولار يا اما بره، لو جوه هسميه بيث، لو بره هيسميه كورتكس. وكلهم عندهم بلاستيدز. البلاستيد دي للستورج، تمام، عشان انا هنقول حاجه اسمها ان انا ما عنديش حاجه بس الكلوروبلاست، لا انا عندي انواع كتيره من البلاستيد، منها والاهم الكلوروبلاست عشان دي مهمه للفوتوسينثس. عندي بقى البلانت سيلز يا اما بارينكما يا اما كولينكما، او النطق في ناس بتنطقها كده وفي ناس بتنطقها كده، بنطقها بارينكايما كولينكايما سكالينكايما، مش هتفرق دلوقتي. كلهم الثلاثه دول جراوند، واخر اتنين بيبقوا فاسكولار اللي هو الزايلم سيلز والفلويم سيلز. البارينكيما او البارينكايما دي المفروض تعرف الادابشن بتاعها. يعني ايه ادابشن؟ يعني انا الشكل بتاعه اتخذ حاجه معينه خلاه يعمل الفانكشن بتاعه، تمام. ده ليس الا انا السين فليكسيبل سيل وولز دي هيساعدني في ايه؟ ان انا اقدر اعدي حاجات جوه السيلز دي، فاقدر ان انا اعمل فوتوسينثيسيس عشان هقدر كده استفيد من اللايت، زائد ان انا اقدر اعدي
نيوترينتس عامل لها ستورج جوه البارينكايما دي. الكولينكيما او الكولينكايما ده جراوند عندها ثيكر ثيكر سيل وول، ده بيساعدني ان انا اعمل فليكسيبل سبورت. سكالارينكايما، ودي اهم حاجه تعرفها، ان هي ديد عند الماتيوريتي، يعني لما خلاص تبقى ماتيور بتبقى ديد، بتبقى عندها ثيك سكندري سيل وول، يعني مش مجرد ثيكر وول سيل وول، لا عندها سكندري سيل وول، يعني سيل وول زياده وثيك، ده بيعمل رينفورسد with lignin. lignin دي مادة بتبقى موجودة في ال secondary cell wall ده، بيخليه ان هو sturdy support، support تقيل. طبعا الزايلم قلنا ان هو water conducting cells و phloem sugar conducting cells. عندهم two types، يا اما sclerites يا اما fibers. sclerites دول short و irregular في الشيب، وعندها thick lignified secondary wall. fibers دول long و slender arranged in threads. ادي اهو ده عندي sclerites regular shape، وده الفايبر سيلز. هتقولي طب ماشي، احنا اخدنا كده كولينكايما بارينكايما سكالارينكايما، في الاوتكمز في كولارينكايما تحت الكولينكايما. هقول لك ان هو ده كده حاجه زياده. الكولارينكايما والارينكايما ده نوع من البارينكايما، هو مش عارف حطيتها تبع المين تايبس ليه، بس عامه هو الكولارينكايما والارينكايما دول انواع من البارينكايما تيشوز. عندك الكولارينكايما احنا قلنا في فايدتين، يا اما اعمل ستورج في البارينكايما، يا اما اعمل ستورج يا اما اعمل فوتوسينثيسيس. الكولارينكايما دي نوع من البارينكايما تيشو عنده كلوروبلاست، وده بيعمل فوتوسينثيسيس، وده في الاغلب بيبقى موجود في الميزوفايل، في الميزوفيل او الميزوفايل بتاع الليفز بتاعت الجرين بلانتس، تمام، ده بيعمل فوتوسينثيسيس. عندي الارينكايما ده بقى، ده بيبقى موجود عنده اير سبيسز، ده بيساعدني ان هو يحافظ على الاير جواه، او ان هو يخزن اير جواه، ده بيبقى موجود في الستامز والليفز بتاعت الاكواتيك بلانتس، يساعدني ان هو يبقى فيه بوينسي، ان البلانتس يحصل لها فلوت، ان هي تطفو على السطح كده. البلانت ما بلاقيهاش ان هي واقعه كده في الارض، لا هي بلاقيها تطفو في الميه. يبقى كده الفرق ما بين الكولارينكايما والارينكايما. الووتر كوندكتنج سيلز بقى، ده الزايلم، عندي اتنين، يا اما تراكيدز يا اما فيزل اليمنتس. تراكيدز ده موجود في كل الفاسكولار بلانتس عادي، بس الفيزل اليمنتس عارف ان هو موجود في اغلب الانجيوسبيرمز، بس في قليل جدا من الجيمنوسبيرمز. الفيزل اليمنتس بيالاين كلها مع واحد فوق التاني عشان يعملوا لي مايكرو بايبس اسمها فيزلز. ادي فيزل اليمنت، لو انا جمعت فيزل اليمنت فوق فيزل اليمنت فوق فيزل اليمنت، ويبقى في مسافه بينهم عشان يبقى يساعد ان يحصل انتقال للووتر، اسمها برفوريشن بليت، تمام. ده هسميه ان هو فيزل اليمنت فوق التاني فوق التاني، يبقى كله على بعضه ايه، فيزلز، تمام. والتراكيدز هما دول. طبعا لازم اعرف ان الزايلم ده ديت ات ماتيوريتي، عشان ساعات بيبقى سؤال ايه الديت ات ماتيوريتي وايه اللي لا. فاحنا كده في اتنين لحد دلوقتي ديت ات ماتيوريتي، السكالارينكايما والزايلم. الفلويم ده الشوجر كونتاكتنج سيلز، ده اللي بيعدي شوجرز او الاورجانيك نيوترينتس في البلانت. عندي اتنين، سيف تيوب element ده alive and the function maturity، بس ما عندهوش organelles. طب اي حاجه lack of organelles اعرف ان هو انا فضيت له المكان علشان حاجه تانية، يبقى انا فضيت ال organelles عشان انا عايز function تانية. السيف بليتس بقى ده البورز اللي بتخلي ما بين ال end walls بتاع السيف تيوب elements. ادي اهو السيف تيوب element. كل طبعا سيف تيوب element عندها companion cells، ليه؟ علشان طبعا السيف تيوب اليمنت خلاص انا فضيت منه الاورجانيلز. طب هو كده مين هيتحكم بيه؟ مين هيعمل لي الاليمنت الرايبوزومز او النيوترينز بتاعته او وات ايفر الاورجانيلز اللي انا محتاجها والبروتينز؟ هيعملها الكامبانيون سيلز، ده زي كده الام اللي بتحتويهم، بتعمل لهم الاكل بتاعهم او الحاجات اللي هم محتاجينها، بما انهم خلاص غير فاقدين الاهليه دلوقتي عشان فضيت الاورجانيلز للفانكشن التانيه اللي هي الايه؟ ترانسبورت. عندي نوعين، عن طريق الميريستماتيك سيلز، يبقى انا اعرف ان انا في نوع تاني من السيلز اسمها ميريستماتيك. الميريستماتيك دي ان هي بتعمل لي الجروث، تمام، دي undifferentiated، مش بتبقى حصلها differentiation او ان هي بقت نوع سيل معين. indeterminate growth و determinate growth. indeterminate ده اللي بتعمله السيل عن طريق في حياتها كلها. الديترمينت جلوس بقى ان هو بيبقى بلاند بتنمو لمراحل معينه وبتقف عندها، ودي بتيجي تحسبها اللي هو زي ما بيقول لك المحصول بيقعد سنه، المحصول بيقعد سنتين قبل ما اقطفه، دي حاجه زي كده، تمام. الديترمينت كروز ان هو بيبقى في لايف سايكل معين،
وبيقف، ما بيقدرش يكبر اكتر من كده. يا اما انالز ان هو بيبقى سنه او اقل، باينيلز ان هو بيبقى تو جروينج سيزون، البرينيلز ان هو اكتر من تو جروينج سيزون ان هو من ييرز. الميريستمز قلنا ان هم جروث ريجنز، عندهم امبريونيك تيشو ان هم اقدر اعمل بيها indeterminate growth. والابيكال ميريستمز، الابيكال ميريستمز موجود برضو في الاوكسيلري بط. يبقى انا عندي الابيكال ميريستم موجود في ايه؟ في التب بتاع الروت والشوت، هبقى اسميه كده ابيكال بود، وموجود كمان في الاوكسيلري بود بتاع الشوت. ابيكال ميريستمز بتعمل لي الونجيت للشوت والروت في بروسيس اسمها برايمري جروث. طب معنى ان في برايمري جروث يبقى في ايه؟ يبقى في سكندري. السكندري دي بقى اللي هو في اللاترال ميريستمز. اللاترال ميريستمز دي تعمل لي حاجه اسمها السكندري جروث، ودي ثيكنس للوودي بلانتس، يبقى اي حاجه وود. طب اللاترال ميريستمز دول موجودين في فين؟ اثنين، الفاسكولار كامبيوم وال كورك كامبيوم. الفاسكولار كامبيوم من اسمها هغير في الفيزلز، الفاسكولار تيشوز، يبقى انا هعمل سكندري زايلوم وسكندري فلويم. السكندري فايلوم زايلوم، السكندري زايلوم هيبقى الوود بتاع البلانت، وطبعا السكندري فلويم. يبقى انا من اسمه بديهيات، فاسكولار كامبيوم انا نسيت في الامتحان، فاسكولار كامبيوم بيعمل لايرز، يبقى الفاسكولار تيشو يبقى زايلوم وفلويم، سكندري زايلوم وسكندري فلويم. والكورك كامبيوم، الكورك زي الغطا بتاعه هيبدل الابيديرمس زي ما قلت في الاول بالبريديرم، يبقى هو سيكر وطفر. ادي اهو عندي اهو البرايمري جروث بتاع الستيم، طبعا بيبقى نفس الشكل عادي جدا، ما بيغيرش حاجه، مجرد اللوجيشن. اما السكندري جروث بيزود لايرز، سواء لو كان كورك كامبيوم فبيبدل الابيديرمس بالبريديرم، او لو كان فاسكولار كامبيوم فبيبدل او بيزود سكندري زايلم وسكندري فلويم. في الروت تاب بقى او اطراف الروت، بيبقى عندي حاجه اسمها روت كاب، ان هي بتحمي الابيكال ميريستم، عشان انا عارف ان انا في ابيكال ميريستم. فلو الروتس بتقعد تعمل اللونجيشن في السويل، بتقعد تجحد في السويل وتطول فيها، فلو ما فيش حاجه تحمي الابيكال ميريستم دي هيحصل لها ديجنريشن وتتشال، فما يقدرش ان هو يعمل الليجيشن تاني. فبيبقى في حاجه اسمها روت كاب، ده اللي بيحمي لي الابيكال ميريستمز اللي موجوده في التابس بتاعت الروت. وده وهنا بقى الروت تاب بيبقى عندي متقسم للثلاثه زونز، زون اوف سيل ديفيجن، زون اوف سيل elongation، زون اوف ديفرنشيشن. اوف سيل ديفيجن هنا الابيكال ميريستمز بيقعد بقى تعمل سيل ديفيجن كتير عشان تطهر. هنا الزون اوف elongation تبدا السيلز ان هي تاخد راحتها وترحرح كده، وكل واحد يعرف مكانه فين. زينو في الديفرنشيشن كل سيل بتعمل لي بقى ديفرنشيت للسيل تايب معين اللي انا كنت عايزه، تمام. وزي ما بلاحظ ان في اوفرلابنج ما بين كل زون والتاني. زي ما قلت البرايمري جروث بيعمل كل تايب اوف تيشو عادي جدا، اللي هو الابيديرم الجراوند والفاسكولار. اما اما السكندري جروث يا اما بيعمل لي البريدرم او السكندري زايلوم وفلويد. وجراوند تيشو زي ما قلنا ان هو بيعمل فيل للكورتكس، انر موست لاير من الكورتكس اسمها اندودرمس، يبقى اكتر حاجه جوه في الكورتكس اسمها اندودرمس. هنا عندي الفرق ما بين الروت في التايب الدايكوتس والمونوكوتس، تمام. لو الاحظ ان انا زايلم والفلوم هنا هو في السنتر بتاع الدايكوتس، اما هنا البارينكما هي اللي في السنتر بتاع المونوكوت. في حاجه فرقت ادي اهو، ده الدايكوت هلاقي ان هو زايلوم فيلم صغنوط كده خالص، اما هنا بلاقي في البرانكما الزايلوم فيلم اكتر. ادي اهو ادي ده الزايلوم الكور دي، وادي الفلوم، تمام. فلاقيه اكتر، هلاقي ان الكورتكس صغيره في الدايك على عكس المونوكوت وايد جدا. عندي هنا البيري سايكل، في هنا حاجه اسمها بيري سايكل بيعمل لي هنا في الدايكوتس، بيعمل لي بقى هنا كور كامبيوم وبارت من الفاسكولار كامبيوم، وبيعمل لي كمان لاترال روتس. اما هنا في المونوكوتس بيعمل لي لاترال روتس بس، تمام. ده كده المين ديفرنسز بين الروت في المونوكوتس والدايكوتس. طبعا اول ما اشوفها هشوف الاول السنتر بتاع البارينكيما سيلز، بعد كده بقى بقارن ما بين الزايلم والفلويم كعدد وحجم الكورتكس. ادي اهو الفاسكولار سلندر وادي الكورتكس. البيري سايكل بيطلع مني حاجه اسمها اللاترال روت، ان انا من ده روت، ده روت عندي اساسي، بيطلع لي بقى اللاترال روتس اللي احنا بنشوفها، ده بيطلع لي من حاجه اسمها البيري سايكل اللي هي الاوتر موست سيل لاير
اللي موجوده في الفاسكولار سلاند. الشوت بقى احنا كده اخدنا الابيكال ميريستمز بتاعت الروت، هنا بقى الشوت دي بتبقى عامله اكنها دوم شيبد زي كده، دوم كده القبه، وطالع منها بليف بريمورديا. اي حاجه بريمورديا اللي هو الاصل الاساس، تمام، اللي هو عارف زي اللي هو الجنين بتاع الليف قبل ما هي تتمحور ان هي او تتحور ان هي تكون ليف اساسيه. فليف بريمورديا لو انا بصيت كده اعرف ان ده انا في شوت تيب، وان هنا عندي الايه الشوت ابيكال ميريستم سيلز، وهنا الليف بريمورديا، وده ديفلوبينج فاسكولار ستراند اللي هو هيغذي لي بعد كده الليف اللي هيطلع. وهنا عندي ادي اوكسيلري بات واكسيلري بات، ده الفرق الاورجانيزيشن بتاع اليونج بتاع اليونج ستيمز. هلاحظ ان هنا في البيث وهنا اورجانيزد على فاسكولار باندلز عاملين رينج عكس المونوكوتس. المونوكوتس سكاترد ما لهمش ترتيب كده معين، هما سكاترد. دي هناخدها بالتفصيل بعد كده، بس هو بيقول لك ان الابيدرمس فيها زي حاجه كده بتعملها انتربشن او بتخرمها اسمها الستوماتا. الستوماتا بتعمل سي او 2 اكستشينج من الاير اند فوتوسينثيتك سيلز. هو مش سي او 2 بس، هو بيدخل لي سي او 2 بيطلع لي الاو 2. كل ستوماتال بور بيحميها، ادي اهو دي الاستوماتا، كل ستوماتال بور بتحميها جارد سيلز، بيخليها تقفل وتفتح. عندي بقى جراوند تيشو. الجراوند تيشو في الليف بيبقى اسمها ميزوفايل، ده بيبقى عامل زي الحشو ما بين الابر واللور ابيديرمس. ادي اهو ادي الابر ابيديرمس، ادي اللور ابيديرمس. هنا البلاسايد الباليسيد هنا الباليسيد ميزوفايل، وهنا الاسبونجي ميزوفايل. الاثنين concerned about الفوتوسينثيسيس، بس الاكتر بيعمل فوتوسينثيسيس هو هنا فوق اللي فوق. حتى انا ملاحظ ان هو في الطول اكتر وعدد الكلوروبلاست هنا اكتر. طبعا ده الفين اللي بيبقى فيه البندل شيث اللي هو الزايلم والزايلم والفيوم اللي هو هيغذي لي كل ده. اهم حاجه بقى ان هو البارك، اعرف ايه هي البارك اللي هو الحته الخشب اللي انا بشوفه ده. ده في كل التيشوز اللي بره الفاسكولار كامبيوم، فيها سكندري فلويد، فيها بريديرم. يبقى كده هيبقى عندي الفاسكولار كامبيوم اي حاجه بره، منها السكندري فلويد منها البريديرم. عندي في حاجه اسمها ايدنتيتي جينز او ميرستم ايدنتيتي جينز، ان هي لو انا عايز اعمل ترانزيشن من الفيجيتاتيف للفلاورنج، ده بيبقى associated بالسويتشنج اوف فلورر ميرستم ايدنتيتي جينز. كل بلانت بيبقى ليها ايدنتيتي جينز، بسميها الاورجن ايدنتيتي جينز او البلانت هومياتيك جينز، ان هو كده زي التعريفه بتاعتها. دي اللي بتعمل ريجوليت للديفلوبمنت بتاع الفلورر باترن، تمام. اي ميوتيشن بيحصل كده يبقى هيحصل ابنورمال فلورر باترن. ده الاي بي سي موديل، مش بيجي قوي، بس عامه الاي جين بيعمل لي السيبلز او السيباس على حسب النطق بتاعه. الاي والبي بيعمل لي بيتاز او بيتلز، البي والسي بيعمل لي ستامنز اللي هي الكونسيرنز اباوت اكنها التستس في الميل ريبرودكتيف سيستم، والكاربلز اكنها الاوفريز في الميل ريبرودكتيف سيستم بيتعمل بالسيباس. تاني بارت بقى في البوتاني عليكم اللي هو الفاسكولار ترانسبورت في البلانت، اللي هو هيبقى فيها شرح اكتر للسيريز اللي هو زي الميه او النيوترينتس بتتحرك جوه البلانت. هعدي على حاجات سريعه بس وبعد كده انا بندخل على الحته دي. انا عندي اهم حاجه ان انا اعرف ان الادابشنز اللي انا بتحصل لي في كل السبيشيز اللي جوه البلانت بتبقى بتريبريزنت ان انا ازود الفوتوسينثيسيس واقلل الووتر لوس. عندي حاجه مهمه او كونسبت مهم اسمه الفايلوتاكسي، ده الارنجمنت بتاع الليفز في المكان اللي هم موجودين فيه، وده بيعرف لي حاجه اسمها الليف اريا اندكس اللي هو الريشيو ما بين التوتال ابر ليف اللي هو الليفز اللي في الابر اللي فوق خالص، الريشيو ما بينها وما بين الاريا اللي هي موجوده فيها. انا عندي اهو ادي بلانت ايه وادي بلانت بي، انه عنده الليف اريا اندكس اكتر اللي انا شايفه محتوي اريا اكتر من الجراوند نفسها اللي هو محتوي. يبقى انا هنا هلاقي، يبقى انا هلاقي هنا ان ده عنده ليف اريا اندكس اكتر من ده. على السريع كده احنا لازم نفتكر ان انا الحركه ما بين جوه وبره السيل اسمها سيلكتيف بيرميابيلتي، تمام، او اللي هو السيل ممبرين هو سيلكتيف بيرميابل ممبرين، بيعدي حاجات على حسب البولاريتي وحاجات لا. فبيحصل حاجه اسمها ديفيوجن ان هو الباسيف ترانسبورت، الديفيوجن اكروس الممبرين ده باسيف ترانسبورت، اما البامبنج بتاع السوليوتس across the membrane ده active transport and requires energy. من الآخر حاجة عكس الجريدينت
واستهلكت انرجي عشان اعديها عكس الجريدينت، يبقى كده اكتف ترانسبورت. لو مع الجريدينت عادي جدا من الكبير للصغير يبقى ده ديفيوجن وده بس ترانسبورت. وموست سوليوتس بتعدي عن طريق ترانسبورت بروتينز، دي حاجه بتعملها فاسيليتيشن للديفيوجن بتاعتها. الموست امبورتنت ترانسبورت بروتين ده البروتون بامب اللي هو بيعدي الهيدروجين ايون، وده بيبقى موست كومن في البلانت، علشان هم اصلا بيستخدموا الانرجي اللي ستورد في البروتون جريدينت ان هم يعدوا حاجات تانية كتير. وعندي اهو ادي نيتريت، هو قليل هنا وانا عايز ادخله هنا، يبقى هعديه عكس البوتنشال بتاعي. طب تقولي فين الانرجي؟ دي حاجه اسمها سكندري اكتف ترانسبورت، ان انا بستفيد بحركه بستفيد بحركه سبستنس من الكبير للصغير، بيعمل لي انرجي بسبب الحركه دي. فالانرجي اللي بتطلع من هنا بستفيد ان انا بحرك بيها حاجه عكس الجريدينت بتاعه هنا. طبعا الاسموزيس اللي هو ان انا اخد ووتر او ان انا اعمل لها لوس من السيل، وده بيتحكم بيه السوليوت كونسنتريشن والبريشر. ايه اللي هيتحكم لي بالدايركشن بتاع الووتر موفمنت؟ حاجه اسمها ووتر بوتنشال. ايه هو الووتر بوتنشال؟ ده الميجرمنت اللي بيجمع ما بين السوليوت كونسنتريشن والبوتنشال جوه السيل، والبريشر قصدي جوه السيل. وطبعا الووتر بيتحرك من الحاجات اللي فيها هاي ووتر بوتنشال او هاي ووتر بريشر للو ووتر بريشر. طبعا البريشر بوتنشال هو الفيزيكال بريشر على السولوشن. عندي بقى حاجه اسمها تريجر بريشر. انا عندي دلوقتي سيل ممبرين وسيل وول، فانا دلوقتي السيل ممبرين ده جواه سولوشن. السولوشن ده بيضغط على السيل ممبرين، ايه اللي بيعمل له الفورم بتاعه او بيثبته؟ هو السيل وول. فكده السيل ممبرين بيعمل بريشر على السيل وول، فده اسمه تريجر بريشر. عندي 3 تايبس من البلانتس او الروتس اللي تقدر ان انا اعمل فيها احرك فيها الووتر والمينرالز، يا اما ترانس ممبرين روت اللي هو من وان سيل لسيل وول تاني انتو انذر سيل، ان انا اطلع من سيل وادخل من السيل التانية، او ان انا يبقى عندي سمبلاستيك روت او ابو بلاستيك روت. السمبلاستيك روت ده كونتينم من السيتوزول، ان انا كله مربوط ببعضه، فاقدر ان انا اعدي من سيتوزول لسيتوزول تاني. او ابوبلاستيك ان انا عن طريق الاكسترا سيلولار سبيسز، الاكسترا سيلولار سبيسز او السيل وول. ادي اهو ده سمبلاستيك ما بين كونتينم، سمبلاستيك روت ان هو كونتينم من السيتوزول، والابوبلاستيك ان هو في السيل وول او الاكسترا سيلولار. والسمبلاستيك روت ده اصلا بيبقى بمساعده حاجه اسمها ده بلازموديزماتا. البلازموديزماتا دي بورز بين السيلز وبعضها. ده كده بقى للشورت ديستانس ترانسبورت. لو انا عايز لللونج ديستانس ترانسبورت هيحصل حاجه اسمها بالك فلو من مكان لمكان اخر عن طريق البريشر، فاهم؟ يبقى انا ايه اللي هيحرك لي الفلويد ده؟ عن طريق حاجه اسمها بالك فلو اللي هو driven by البريشر. حاجه مهمه بس عايزين نعرفها، ان انا هادي اهو الووتر طبعا بيبقى بيتحرك منين؟ في الاكتر بيبقى عند الروت تيبس، تمام، او الروت هيرز. يعني الروت هيرز بتبقى فايدتها ان انا ازود السيرفيس اريا. طبعا عندي هنا الاندوديرمس، دي اخر مرحله. ادي اهو ده الاندوديرمس، دي اخر مرحله بيوصل لها الووتر قبل ما يدخل خلاص على الفيزل اليمنت، تمام، اللي هو زيلم او فلوم. في حاجه اسمها كاسبيريان ستريب. الكاسبيريان ستريب ده اللي بيمنع لي الابوبلاستيك ترانسفير من الكورتكس للفاسكولار اليمنت او الفاسكولار سيلندر. عندي تو وايز ان الووتر تمشيها، يا اما الابوبلاستيك روت اهو، يا اما السمبلاستيك روت. احنا قلنا السمبلاستيك روت ان هو نمشي في السيتوزول، الابوبلاستيك ان هو يبقى في ايه؟ في الاكسترا سيلولار ماتريكس او السيل ميمبرين. وادي اهو الكاسبيريان ستريب اللي هي بتمنع لي ان المينرالز تتحرك من الكورتكس للفازل الالم. هنا بقى البلانت، لو نفتكر الترانسبيريشن ان انا بيحصل لي ايفابوريشن للووتر، الووتر بيحصل ايفابوريشن، فده بطلعه عن طريق الترانسبيريشن، فده بيعمل ايه بقى؟ نيجاتيف بريشر عند الاستوماتا اندنج. افتكر بقى ان تخيل كده ان الاستوماتا اندنج كانت مليانه حاجات انا طلعتها، فكده في فراغ جوه، فكده هنا في ايه؟ نيجاتيف بريشر. فالووتر بيعمل ريبليس للفراغ ده عن طريق البالك فلو اوف ووتر اند مينرالز. الووتر ومينرالز مع بعض اسمها زايلم ساب. ساب كده اللي هو اكنها زايلم ساب اللي هي العصاره بتاعت الزايلم. عشان تتخيل حوار الزايلم ساب والفلويم ساب، عشان هيبقى في فلويم ساب بعد كده. لما بتقطع بلانت ساعات بيطلع لك عصاره بيضة كده، غالبا دي الفلويم ساب اصلا، بس انا عشان تتخيل بيبقى في عصاره كده بتتحرك. طب الساب ده بيتحرك
من الروت، الروت هو اللي بيضغط عليه بيخليه يطلع فوق، ولا الليفز هي اللي بتشده؟ هلاقي ان انا في اكتر من ثيري، تمام، او اكتر من عامل، مش ثيري، عامل بيعمل الحوار ده. الروت بريشر ده اول، ان انا بسبب الليل ان الاستومتا بقفلها بالليل، الاستومتا بتتقفل. الروت سيلز بتفضل ان هي تدخل ووتر، تدخل ووتر ومينرالز جواها، تدخل ووتر ومينرالز جواها، فده بيضغط على الروت سيلز، فده يعمل لي ايه؟ ووتر بريشر، تمام. فكل ما الووتر يقعد يتراكم يتراكم يتراكم، ده بيعمل لي روت بريشر، فيبدا ان هو ايه، ده كده ان هو ايه، يضغط على نفسه فيعمل له بوش كده ان هو يطلع لفوق. فده بيعمل لي حاجه اسمها جوتيشن بالريزلت. ساعات في حاجه اسمها جوتيشن، ان انا الاقي كده دروبلتس اوف ووتر طالعه من التبس بتاعت الشوتس او البلانت عامه. اول ما اشوف كده افتكر كده جو قال بسبب ان هي ايه، الروت بريشر. بس ده بيبقى في الاغلب في السمول بلانتس. ليه في السمول بلانتس؟ علشان الروت بريشر اصلا بيحرك الووتر، البوشنج ده، الزقه دي، هو الووتر اصلا حاجه صغنونه، فالزقه دي بتخلي الووتر بتتحرك لمسافات قصيره جدا. فهي عشان كده بيقول لك ان البوستيف روت بريشر ده كده بوستيف روت بريشر، ان انا بضغط من تحت عشان اطلعه فوق، ده بوستيف روت بريشر، ده ريلاتيفلي ويك، وده ماينور ميكانيزم ان انا احرك البالك فلو بتاع الزيرو. طب ايه تاني في الفكره بتاعته؟ الاكتر بيبقى فكره النيجاتيف بريشر بتاعت الزايلم، اللي هو الترانسبيريشن بول اللي احنا قلناها. ادي الاير سبيس او المكان اللي فيه هواء، فالاستوماتا هتطلع الهواء ده، فده هيسبب لي فراغ، فالفراغ ده هيعمل لي نيجاتيف بريشر، فالنيجاتيف بريشر ده هيعمل لي تنشن شد، فالشد ده يعمل ايه؟ يجيب لي الووتر من تحت يطلعها لي فوق عشان تستبدل الشد ده. طب ايه اللي بيساعد لي ان ده يحصل كمان؟ افرض الووتر ما كانتش عندها حاجه اسمها الكوهيزيف فورس. كوهيزيف فورس اللي هو الفورس اللي الفورس اللي بتخلي المولكيولز بتاعت الووتر ملزوقه في بعض. لما تيجي كده تكب ميه بتلاقيها بتتكب كلها مع بعض، مش نقطه نقطه، تمام. دي فكره الكوهيجن، فده بيساعد على ده. لما يحصل تنشن فانا اجر مولكيول واحده من الووتر تجر لي اخواتها كلها معاها، فكده يطلع لي الووتر او كولوم بتاع الووتر كله unbreakable، ان هو من غير ما يتكسر. او so water column rises unbroken. حاجه تانية بتساعدني الادهيجن. الادهيجن ان انا الووتر بتلزق في السبستانسز اللي حواليها، بتلزق في الزايلم، فبدل ما هي مثلا انا شديتها فتره فاول ما اسيب التنشن ده تقع، لا هي بتفضل ان هي بتستك لفتره معينه في الزايلم وول بتاعها. يبقى ادي اهو الووتر بوتنشال جريدينت، ان انا عندي اهو الووتر ابتيك من السويل، الكوهيجن اند ادهيجن في الزايلم، ادي كوهيجن الووتر لازقين في بعض بالكوهيجن، وادهيجن مع السيل وول بتاع الزايلم لغايه ما يحصل وهنا ترانسبيريشن. هو ده السبب الاساسي اصلا ان الووتر تطلع لكل المسافه دي. ده طبعا بسميه ترانسبيريشن كوهيجن تنشن ميكانيزم. اجمع الثلاث مفاهيم اللي احنا قلناها واكتب جنبيها ميكانيزم في الاخر. ترانسبيريشن هيتعمل، والكوهيجن هيساعدني، الترانسبيريشن بيعمل ايه؟ تنشن. يبقى ده ترانسبيريشن كوهيجن تنشن ميكانيزم. طبعا لازم افرق ما بين الاستوماتا الاوبن والاستوماتا الكلوزد. ده كده اوبن استوماتا، ده كده closed stomach، عشان ساعات بيجيب الامتحان ويقول لك دي open ولا closed stomach. وطبعا دول ايه؟ الجارد سيلز اللي حواليه. ايه اللي بيخلي الجارد سيلز تفتح او تقفل؟ التريجر بريشر، الضغط بتاع البلازما ممبرين على السيل وول، وما بين السيل وول على الجارد سيل، تمام. ده بيخلي لي ان هو ايه، يحصل لي open او close للاستومتا، عن طريق كمان ان الابتيك او اللوس اوف بوتاسيوم ايونز. يبقى ده الاساسي بتاعي، ان هو الابتيك او لوس بتاع البوتاسيوم ايونز من الجارد سيلز، فده بيعمل لي تشينج في التريجر بريشر. الاستوماتا بتبقى مفتوحه اكتر، او مينلي بتفتح ديورنج الداي وبتقفل في النايت علشان تقلل الووتر لوس. طب ايه اللي بيخلي ده يتظبط؟ اللايت، ان هي تحس باللايت، او سي او 2 ديبليشن. لما الاقي ان الديبليشن بيحصل كسر كتير للسي او 2 جوه، فانا محتاج سي او 2 تاني ادخله، فلازم تفتح او تقفل على حسب هو في سي او 2 كتير بيتكسر جوه او ما فيش. وطبعا الانترنال كلوك، اي اورجانيزم عنده حاجه اسمها سيركيديان ريزم، اللي هو 24 ساعه سايكل، سايكل بتاعت ال 24 ساعه، ان هو في الوقت ال 12 ساعه الصبح مثلا بعمل كذا، بالليل لا بعمل العكس،
وهكذا. طبعا الترانسبيريشن بيساعد برضو حوار الايفابوريتيف كولينج، ان انا اقلل التمبريتشر بتاع الليف عن طريق ان انا اعمل ترانسبيريشن، وده بيمنع لي ان يحصل دينيتريشن للانزيم. الزيروفايتس، الزيروفايتس دول بلانت ان هي بتعمل ادابشن للاريد ارياز زي الصبار وكده. بيعمل ايه؟ ان انا بيعمل موديفيكيشن ان هو يقلل الريت اوف ترانسبيريشن ده. وبيستخدم حاجه كمان اسمها كارسيليشن اسيد ميتابوليزم او الكام، اللي هو الاستوماتال جاز. بيعمل اكستشينج اوكيورز على في النايت، بس ان انا اعمل اكستشينج في النايت، وده بيقلل الايه الووتر لوس. زي ما في زيلم ساب هيبقى في كلوم ساب. ده الاكوس سولوشن اللي فيه سكروز او داي سكرايد عادي كبير جدا. ده بيتحرك من الشوجر سورس للشوجر سينك، يبقى من السورس للسينك، من المنبع للمصب، حرفيا ده معناه. والستورج اورجن الاحظ انه ممكن يبقى شوجر سينك في السمر وشوجر سورس في الوينتر. الميكانيزم اللي بيحرك لي الفلويد ساب هو البريشر فلو هايبوثيسيس زي الزايلم. ان انا عندي اهو هنا هاي كونسنتريشن، بس خلي بالي هنا بوزيتيف بريشر فلو، تمام، او بالك فلو باي بوزيتيف بريشر. ليه بوزيتيف بريشر؟ عشان ادي انا اهو عندي هنا هاي بريشر من السكروز وكده، فانا هعمل له لودنج هنا للسورس سيلف اللي بتكونه لي، فهتعمل لي لودنج للشوجر، تمام. زائد ان انا بارك فلو بتاع النيجاتيف بريشر بتاع الزايلم هيعمل لي هنا ابتيك للووتر، فهنا كده عندي زياده في البريشر، فده يخليه لي ايه مع الجرافيتي يزقه لي لتحت، تمام، يروح للسينك سيلف، فيعمل لي انلودنج للشوجر ان هو ايه زي هو كان محمله هنا، فينزله بقى والووتر يحصل لها الريسايكلينج وتطلع تاني. كده خلصنا البوتاني كلها، كده خلصنا البوتاني كلها كشرح. هيبقى في فيديو للمايكروبيولوجي الفوتوسينثيس والسيلولار ريسبيريشن، وفيديو حل على الاثنين.